وانا في حياتي مش متحمس في فيلم قد الفيلم ده، فيلم سبايدر مان نو واي هوم. يا جماعه انا حجزته بكره ان شاء الله اونلاين طبعا، لان انتوا شفتوا مناظر الناس واقفه قد ايه قدام السينمات، في الموضوع بيبقى مستحيل طبعا عشان تروح تخش فيلم مثلا الساعه 6 بالليل عايز تروح من الفجر. فانا حجزته اونلاين، هدي لكم الريفيو الاونست ريفيو، بس انا متحمس جدا جدا جدا. عارفين ليه؟ عشان حتى النقاد اللي شافوا الفيلم في البريمير ادوله 100%، مفيش فيلم خد 100% بعد افنجرز اند جيم. شوفكم بكره ان شاء الله. حانت اللحظه الحاسمه، يلا بينا. يا جدعان الفيلم الساعة حسب يا عم الخرق. حالبي كده مشوني كده بقى عشان فيلم الساعة 6:45 ودلوقتي الساعة 6:10 وانا لسه ما وصلتش. ربنا يستر. حد هنا بنصور الفيلم يا جدعان لحد دلوقتي فشيخ. داخلين سبايدر مان ولا اه سبايدر مان؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار بقى يا جدعان؟ حاجات حلوه قوي سو فار يا جدعان فشيخ. يعني لحد دلوقتي الفيلم فشيخ. كمل لكم بعد الاستراحه ان شاء الله. اخ ما كنتش عايز اطلع من الفيلم بصراحه يا جدعان. كمية ايموشنز ومشاعر في الفيلم ده كفيلة ان هي تحسسك قد ايه انت كبرت. الاخر كده يا جدعان الفيلم يستحق كل جنيه انت دفعته فيه بلا منازع بلا منازع. افضل فيلم هتخشه في السينما، او انا كماجد افضل فيلم دخلته في السينما من حوالي 3 4 سنين، وانا اصلا شخص ما بيخش السينما كتير. يعني جدعان اقسم بالله الفيلم يعني كلمه عظمه دي اقل حاجه، بجد اقل حاجه تتقال على الفيلم ان هو عظمه. انا عايز اقول لكم على حاجه كمان، حاجه صدمه كانت ليا قبل ما اشوف الفيلم اصلا. الحاجات اللي في التريلر اللي احنا شفناه مختلفه عن اللي موجوده في الفيلم. انت متخيل؟ ركز في الكلام، الحاجات اللي في التريلر اللي حصلت واضحه جدا هتحصل في الفيلم بطريقه مختلفه. بس انا مش هقول اكتر من كده. يا جدعان اكونت التيك توك رجع. يا جدعان اكونت التيك توك رجع. انا لسه بخلص الفيلم لقيت في ناس بتبعتلي على انستجرام بيقولوا لي الاكونت بتاعك رجع، ما صدقتش بصراحه. كده كتير اقسم بالله. انا فيلم فشيخ والاكونت بتاعي رجع قبل عيد ميلادي. انا عيد ميلادي يوم كام؟ يوم 26، يعني كمان تقريبا 10 ايام او حاجه زي كده. مش عارف اقول ايه والله العظيم، انا مبسوط فشخ. زي اتفرج على سبايدر مان الاولاني خالص وهو عنده 9 سنين. فالفيلم ده كفيل ان هو هيخليك تضحك، تعيط، تبتسم، هيخليك تحس قد ايه العمر جري والواحد كبر واحنا كبرنا معاهم. اول فيلم لتوبي ماجواير سبايدر مان كنت 9 سنين، وكمان كام يوم هتم 29 سنة. 20 سنة فرق. عرفت قد ايه ان الموضوع مش مجرد فيلم؟ ومن هنا ايها السيدة والسادة نختم الفلوج بتاع النهاردة او الريفيو بتاع النهاردة، ممكن نسميه اي حاجة. الفيلم يستحق كل جنيه انت هتدفعه فيه. ما تتفرجش عليه ايش بس، اوعى والله العظيم هتظلم الفيلم ظلم السنين. الفيلم هيربط لك كمية افلام في بعض من غير حرق. وانا عايز اقول لكم حاجة واحدة بس، انا